السلام عليكم ورحمة الله. معكم بوجمادة محمد، رئيس المنظمة المغربية الإنسانية للإغاثة والإرشاد بمدينة الدار البيضاء عمالة ومقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان. أنا اللي كنت مشيت من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة العيون الصحراء المغربية حامل ثلاثة الأعلام، علم الفاتيكان وعلم فلسطين وعلم المغرب الحبيب. مشيت من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة العيون 33 كيلومتر، اللي درت المسافة 40 كيلومتر في اليوم، 50 70 حتى 60 كيلومتر اللي قطعت المسافه. كنشكروا عامل عماله مقاطعه مولاي رشيد اللي كان عطاني انطلاقه الحمد لله، وكان خديت هذه الفرحه وكنشكروا الشعب المغربي للدعوه ديالو اللي كان متابعني، ودابا الحمد لله دابا كنوجد الى مدينه القرقرات ان شاء الله قريبا في السيمانه الجايه. كانت معايا قافله، كنا حنا سته الناس، وكان المعيد البدني ديالي هو هذا هو اللي كان قابلني. كنت كنمشي على رجلي، وكان معايا سياره اسعاف وسياره من نوع بيكوب اللي كان فيها الحوايج ديالنا، وكنت كنضرب 20 كيلومتر حتى نفطر، وكنقطع مثلا 20 كيلومتر حتى باش كنتغدى، وكنت كتبان لي شي مدينه بقات لي 5 كيلومتر حتى كنولي كنقطع 45 كيلومتر، الا بقات لي 70 كيلومتر وكان رحله وكان حتى كنولي كنضرب 70 كيلومتر نقطع ماشي مشكل كان عندي، وكانت ملي كنلقاو الخلا كنضربوا الكيطون ديالنا باش كننعسوا في الخلا. اما بالنسبه للدوله الحمد لله المبيت وكان داك الشيء رائع، المبيت واستقبالات بالنسبه للبشوات وبالنسبه للعمال وبالنسبه للقوات المساعده والدرك الملكي والاعوان السلطه اللي كنت محلتهم حتى في الطريق، كانوا تابعيني في الهرواله وهما تابعيني حتى من المدينه لمدينه، وكيعطيوني من المدينه لمدينه حتى وصلت الحمد لله لمدينه العيون الصحراء المغربيه. قطعت المسافه من مدينه الدار البيضاء الى مدينه العيون 33 يوم، واخا درت ثلاثه المحطات، بت في قلميم، وبت في بتنا في اكادير، وبتنا في طاح، وبتنا في مراكش، اربعه المحطات اللي درنا. كنت ندير اقل من هذه المسافه، ولكن ضروري خصنا نديروا واحد الاستراحه ديالنا.